أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وكفى بالله شهيدا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا وبعد. إن شاء الله زي ما وعدنا الحلقة دي هناخدها في موضوع الربا. وموضوع الربا يصح ان احنا نقول يعني موضوع الربا والبنوك لانه جات لنا رسائل كثيره جدا من شباب وفتيات موجودين في اوروبا وامريكا ومسلمين متدينين خايفين يتعاملوا مع البنوك، مع ان في فتاوى كثيره جدا من دور الافتاء ان التعامل مع البنك حلال، لكن ما بيتكلمش في كنه الربا. المهم ان شاء الله هنبين من الكلمه القرانيه كنه الربا وما هو الربا وكيف يعرفه الفقهاء وكيف يجب ان يعرفه العلماء على عكس ما يحدث في مجتمعاتنا الان. لو انت فاكر في الثمانينات حصلت حكايه فوائد البنوك حلال حرام، وكان زمان البنوك ماشيه وما كانش في حاجه، لكن بدأ الخلاف يبدأ على حكاية فوائد البنوك، ومن هنا نشأت فكرة البنك الإسلامي. والفرق بين البنك الإسلامي وغير الإسلامي مسألة أسماء، المسمى ثابت، هنا يسمى فائدة عند البنك العادي وعند البنك الإسلامي يسمى عائد. والبنك الإسلامي يعمل كالبنك غير الإسلامي سواء بسواء، الاثنين خاضعين للبنك المركزي، ما حدش يقدر يعمل حاجة غير تحت غطاء البنك المركزي. ده بيدي مبلغ بيسميه فايدة، ده بيدي مبلغ بيسميه عائد. المسمى بس الاسم، المسمى ثابت والاسم بيتغير. الآيات اللي اتكلمت عن الربا في سورة البقرة وفي سورة الروم، والنهاردة بفضل الله احنا كنا اتعلمنا زمان ان الكلمة القرآنية اذا تغير مبناها تغير المراد منها اللي هم بيقولوا عليه المعنى. احنا عندنا في اللسان القرآني واللسان العربي حكاية المعنى دي غير واردة خالص، مفيش حاجة اسمها معنى. الكلمة بيبقى ليها مراد او غاية او دلالة، انما المعنى مش موجود عندنا. فاتعلمنا انه لما يتغير مبنى الكلمة يتغير المراد. النهاردة هنتعلم في الربا بالذات، لما رسم الكلمة بيتغير بيتغير المراد. رسم الكلمة، الكلمة واحدة الربا، تكتب في آيات كثيرة بطريقة وفي آية واحدة بطريقة أخرى. كل الآيات اللي بالرسم، وانا اسمحوا لي ان شاء الله هيبقى برضو على الشاشه موجود، هوريكم بس الفرق بين الرسمين، الرسم رسم الربا اللي في سوره البقره ورسم الربا اللي في سوره الروم. رسم الربا ده له مراد، والربا ده له مراد تاني تماما. يعني النهارده بقى عندنا معلومه جديده، اذا تغير المبنى تغير المراد، واذا تغير الرسم في الكلمة القرآنية تغير المراد. هنا هقف وقفة يعني رغما عني لأني ما اقدرش افوتها. للأسف الشديد أي مصحف مكتوب فيه إنه بالرسم العثماني، هذا كلام تقشعر منه وله الأبدان والقلب يدمع دما. الرسم العثماني، طب ما تقول الرسم الالهي. لا، ما هو اصل عثمان كتب القرآن بعد وفاة الرسول،
نفسي أفهم كيف يتقبل الناس هذا الكلام. يعني أنت عايز تفهمني أن المصحف أو الكتاب أو القرآن قعد من غير كتابة بالرسم الإلهي لغاية عثمان رضي الله عنه ما كتبه؟ وطبعا احنا عندنا مشكلة كانت بتواجهنا زمان وحلناها، لكن في ناس بتحاول تجددها تاني. انا زي ما حكيت لك زمان وانت في ابتدائي واعدادي وثانوي، مين اللي جمع القرآن؟ ها، عثمان بن عفان. لما تخش الجامعة يقولك لا بصراحة كان في جامعة اولى كان ابو بكر هو اللي بيعملها. هذا الكلام عار على المسلمين، عار على المؤمنين. الله تبارك وتعالى يقول لرسوله لا تحرك به لسانك لتعجل به إنا علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فمن الذي جمع القرآن؟ الكتاب مجموع عند الله تبارك وتعالى أزلا. الكتاب فصله الله قرآنا للحكمة اللي اتكلمنا فيها الحلقة اللي فاتت، لكن مسألة الجمع قائمة قبل النزول والإنزال، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. فأنت لازم تفهم مفيش حاجة اسمها الرسم العثماني، هذا الرسم وذاك رسم إلهي. لما يتغير رسم الكلمة يتغير المراد منها، ده عند مين من البشر؟ ده انت لما تقول له الكتاب يقول لك القرآن، القرآن الكتاب، يعني البشر كده. تقول له عرف الكتاب يقول لك الكتاب القرآن. طب عرف القرآن، القرآن الكتاب، ما فيش كده، ده البشر. شوف الرسم الإلهي، إذا تغير الرسم تغير المراد من الكلمة، وهناخدها دلوقتي وهنشتغلها دلوقتي وهنبينها دلوقتي. لما تروح بالكلمة دي الربا عند الفقهاء يقول لك الربا هو الزيادة. يعني ايه الربا لغة؟ هو الزيادة. ايوه زيادة ايه يعني؟ اما بقى في الشرع وخش بقى ايه، تأليف وتلحين، تأليف وتلحين. يا جماعة الربا كلمة قرآنية لم يعرفها العرب، افهموا الكلام جيدا. الربا كلمة قرآنية، كلمة يربو ورابية وربت العرب عارفينها. خد بالك من كلامي عشان ما يجيش واحد بقى يعمل نفسه يعني ان هو ايه دي عدت علينا وهو اللي جابها. لا، العرب عارفة ربت. انا ما بتكلمش في ربط ولا بتكلم في يربو، بتكلم في الربا، في الربا الذي تحدث عنه القرآن وعرفه القرآن ووضحه الله تبارك وتعالى في كل الآيات بطريقة مبدعة لا تحتاج لا الفلسفة ولا الشرح ولا التفسير ولا لأي حاجة، تحتاج لتدبر. الربا كلمة قرآنية لا يعرفها العرب. الحكاية اللي اتحكت عن الربا اتاخد ايه؟ المضمون الصحيح من القرآن، لكن اتعمل عليها نسيج القصة من وحي الخيال. القرآن زي ما هنعيش دلوقتي كمان شوية تكلم عن الربا بطريقة مبدعة لم يجعل له حدا ولم يجعل له عقوبة. هتقول لي فأذنوا بحرب، دي مش عقوبة، هنشرح، اصبر علشان اللهوجة اللي انت واخدها في دماغك هتضيع لك كل فكرة صح. من عظيم هذا الكتاب ان القرآن لم يرتب شيئا على الذي اخذ المال بالربا، حتى بالربا لم يتكلم عليه، انما تكلم على صاحب المال المرابي. ولما تكلم عليه قال له بس سيب الربا بس. تسمع حديث، الحديث اللي هحكيه لكم ده موجود في الكتب، انا ما بحبش اذكر يعني الحديث عشان ما اشوش الناس، لكن الحديث ده له قصه غريبه جدا. زمان واحنا صغيرين كان الشيخ على المنبر يقول لك لعن الله آكل
اكل الربا وموكله وشاهديه لعن الله. ادور في القران ما الاقيش. ترجع للشيخ يقول لك في عند احمد عند مسلم عند تروح تلاقي لعن رسول الله. الله يعني مش لعن الله. دي قصه موجوده على فكره على المنابر. شيء الموضوع يتطور مع الشيخ يعلى معاه يقول لك لعن الله وتقول له فين الكلام ده، يقول لك ده في حديث عند احمد عند مسلم. تروح تفتح تلاقي لعن رسول الله. طب انا اسال سؤال، موضوع الربا لم يلعن الله تبارك وتعالى فيه احدا، كيف يلعن رسول الله؟ هل يعدل على الله؟ يعني المساله دي عدت على المولى عز وجل فالرسول بيعدلها؟ هذا الكلام نسب كذبا وافتراء على رسول الله، حاشاه. الرسول قام بالرساله، شوف انا هقول جمله اهي، على اكمل وجه يتصور. ما هو الوجه الاكمل؟ وما على الرسول الا البلاغ. الرسول ناقل للرساله. وموضوع الربا كبر وبهدل مجتمعات وحرم ناس من انها تعيش صح في بلاد ما بتعترفش غير بالبنوك. والاسلام ابدا لا يقف مع التطور ولا مع، طالما الشيء حلال خلاص. طب واحد يقول لك طب حلال ازاي؟ ما الربا حرام. انت مين قال لك ان الربا حرام؟ مين قال لك؟ اللي قال لك الحدوته بتاعت الربا عمل لك الربا حرام. واحد يقول لي يعني هو الربا مش حرام؟ لا، الربا حرام بشروط القرآن مش بشروط الفقهاء مش بشروط العلماء. والقضية هتخلص معاك في كلمة في آية. كيف نعرف الربا؟ كيف عرفوه؟ يعني لما تسمع حديث منسوب للرسول أي قرض جر نفع، طب ما هو أي قرض هيجر نفع، حتى القرض اللي ما فيهوش ربا هيجر نفع، يبقى حرام إزاي؟ يعني من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، ده برضه هيضر نفع، يبقى حرام. الذي احله الله بل وطلبه بل واكد عليه سبحانه وتعالى. طب انا بقول لك كلمه الربا كلمه قرانيه لن تحل ولن تعرف الا من خلال الايات. تعال نسمع ونشوف ازاي هنعرف الربا من واقع الكلمه القرانيه بالرسم الالهي. بالرسم الالهي مش الرسم العثماني، الرسم الالهي لكتابه لكتاب الله تبارك وتعالى. هنشتغل من الايه 275 البقره، لكن انا بقول لك عشان تستوعب فكره الربا الحقيقيه اقرا من الايه 260. انا ما عنديش وقت اعمل كده في حلقه واحده. اقرا من الايه 260 وافتكر كلامي لما توصل ل 275. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. حينما نستمع إلى قول الحق تبارك وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما الآية، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الموضوع ده أصلا اتعمل عليه قصة على حكاية مس الجن للإنسان، وخدوا الآية التي تتكلم في الربا وقال لك ان يوم القيامة الراجل المرابي هيقوم كما يقوم الممسوس. طبعا كلام بعيد عن النص القرآني تماما ولا لا ولا علاقة له به. القضية هنا ساعة يتكلم القرآن او يتكلم الله تبارك وتعالى في القرآن علينا ان نتدبر الكلام وفق قواعد كتاب الله تبارك وتعالى وقواعد اللسان القرآن.
في البداية الحق تبارك وتعالى يشرح حال آكل الربا. خد بالك من التعبير قوي عشان هيخدمنا في آية تانية دلوقتي. آكل الربا، لأن الآية بتقول إيه؟ الذين يأكلون الربا، في حين أن التوصيف القرآني لجماعة غير المعاصرين لنزول القرآن وهم اليهود. القرآن لم يتكلم في حقهم في أكل الربا، ولكن تكلم في أخذ الربا. يا ريت نسمع الآيتين ورا بعض، علشان احنا سمعنا دلوقتي 275 البقرة، عايزين نسمع الآية 160 161 النساء. يا ريت نسمعها، نسمع بس الآية دي وهرجع اشرح بالتفصيل عشان بس نبين ايه توقيع القرآن للكلمة القرآنية. هنسمع من 160 ونسمع بقى 161 وركز عليها. يلا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. خد بالك الآية 161 النساء ربنا ذكر الكلمتين الأخذ والأكل، لأن الفاعل هم اليهود، ما جاش الأكل في حق الربا، جاء الأخذ في حق الربا والأكل في أموال الناس. الآية 161 بتعرض تبيان شرح الكلمة القرآنية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني حينما نهى الله تبارك وتعالى الذين آمنوا قال لا تأكلوا الربا، وحينما تكلم عن الربا في حق اليهود قال وأخذهم الربا وأكلهم أموال الناس. يعني من عظمة هذا التبيان أن كلمة أكل تيجي بس مش في حق الربا إنما في حق الأموال. إذن الكلمة القرآنية الكلمة الواحدة بيكون لها مراد، ولما يكون لها مراد لا يتعداها لمرادات أخرى. فإذا كنا هنتكلم عن أكل الربا فأنت تتكلم عن المسلم أو على الناس المعاصرة أو اللي معروض عليهم القرآن، فمنهم من آمن، وبدليل أنه قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا، وفي نفس الوقت بيتكلم عن أكل الربا في الوقت المعاصر لنزول القرآن. لكن لما نتكلم عن اليهود ماذا فعل اليهود؟ كانوا يأكلون الربا ولا يأخذون الربا؟ كانوا يأخذون الربا. فما هو الربا؟ لما تشوف الآية الرسم القرآني الرسم الإلهي لكلمة الربا في سورة النساء يختلف عن الرسم القرآني لكلمة الربا في سورة البقرة. يبقى المراد هنا غير هنا خالص. طيب وفي سورة الرسم القرآني في الـ في الـ لا الرسم القرآني في النساء هو هو، بس قال وأخذهم الربا وأكلهم الربا. لكن في الروم في سورة الروم جه الرسم القرآني في الربا مختلف. هشرح دي الأول واروح بقى نسمع الـ الروم ونفسرها. بس أنا بتكلم في إيه؟ الربا اتذكرت بالرسم القرآني في البقرة وفي النساء برسم واحد، بإيه؟ بمراد واحد. بس وصف الناس المعاصرين للقرآن على إنهم بيأكلوا الربا، ووصف اليهود على إنهم كانوا يأخذون الربا. طيب عايز أعرف الربا وعايز أعرفه بيقين وعايز أوصل لحل، فتجد أن القضية بدأت في التلقي. يعني ايه في التلقي؟ يعني الناس
لما سمعوا ان الطريقة اللي هم شغالين بيها في التعامل المالي المادي قالوا كلاما في منتهى العجب، قالوا انما البيع مثل الربا، يعني ربنا بيحرم عليهم الربا او بيمنحهم من التعاطي بالربا. فقالوا ايه؟ طب ليه ده البيع مثل الربا؟ دي اسمها في علم البيان التشبيه المقلوب. يعني ايه التشبيه المقلوب؟ يعني لما تكون انت عندك قضيه بتتهم بشيء فيها، كنت المفروض تقول انما الربا مثل البيع، الربا اللي ربنا بيحرمه علينا ده زيه زي البيع يعني. لكن شوف البجاحه الغريبه من الناس، قالوا ايه؟ انما البيع هو اللي ايه؟ اللي مثل الربا. فربنا بيرد يقول سبحانه وتعالى: واحل الله، ها بدا بايه؟ بالبيع اللي هم صدروه، انما البيع مثل الربا. فربنا قال: واحل الله البيع وحرم الربا. حتى لو انت قلبت الصفقه بتشبيهاتك العجيبه دي، الكلام ده بيفكرنا بايه في مطلع البقره، في كانت ايضا وانت تقرا بتدبر في منتهى الابداع، انها الله تبارك وتعالى اليهود ان يشتروا بايات الله ثمنا قليلا، ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا. القصه هنا هي ذات القصه هنا، قلب الحقيقه، قلب الصفقه الايمانيه، قلب الصفقه التجاريه، قلب الكلام ليدمغ الحق بالباطل وليس العكس. اصحى افتكر الايه: ولا تشتروا باياتي. المفروض لما انت تيجي تشتري بحاجه حاجه، لا يمكن ان انت بتشتريه يكون ثمن، انما يكون ايه؟ سلعه. يعني انت المفروض تدفع الثمن في السلعه. اليهود في مطلع البقره عملوا ايه؟ اشتروا بايات الله ثمنا قليلا. ده ايه ده بقى؟ هذا هو الابداع القراني لتوضيح ان اليهود قد قلبوا الصفقه التجاريه المعهوده عند الناس، انك تدفع الثمن في سلعه، هم بيدفعوا السلعه في ثمن. والمراد من الله في الايات ان هم بيشتروا شيء تافه بثمن غالي جدا، وهو ايات الله. طيب ايه اللي جاب ديل دي؟ ما هو اصل الربا هو كده، الربا بيقلب الصفقات التجاريه الصحيحه، بتاخد من المرابي مبلغ وترجعه له بفايده كذا. سيبك من حكايه ثابته ومش ثابته والكلام اللي هو يعني، طب ايه المشكله؟ المشكله في تعريف الربا. انت عايز دلوقتي ايه؟ تعرف الربا. طيب النزاع دلوقتي في ايات البقره 275 البقره بين البيع والربا، او بين الربا والبيع. عايز تعرف الربا؟ الربا مقلوب البيع بمنتهى الاختصار وبمنتهى السلاسه والسهوله واليسر. هم قالوا ايه؟ انما البيع مثل الربا، واحل الله البيع وحرم الربا. يبقى الربا ايه؟ ها، مقلوب البيع، انك ما تخليش المجتمع فيه بيع. راجل قاعد بمبلغ ثابت يديه للناس وترجحوله بفايده او بزياده يعني، وهو ما بيشتغلش وما بيشغلش المال. فالمنطقه اللي الراجل ده فيها هتركض، وبالتالي المحافظه وبعدين البلد كلها. لان لو كل الناس عملت زي المرابي ده،
الحالة الاقتصادية والتجارية هتقف. ليه؟ هو معاه مبلغ ثابت بيديهولك، انت بتحاول تشتغل بتفشل، هو في الحالتين بياخد منك الزيادة. فاذا انت عايز تعرف الربا روح للنص القرآني. هم قالوا ايه والمولى قال ايه؟ وقالوا انما البيع مثل الربا. طبعا ده كلام ايه؟ كذب. فالبيع ليس مثل الربا. فربنا رد على المراد ده بقالت او بقوله سبحانه وتعالى: واحل الله البيع وحرم الربا. طيب البنوك بيع ام ربا؟ قولا واحدا البنوك اسلامية وغير اسلامية بيع. لان اوعى تفتكر ان البنك قاعد معاه فلوس وبيديها لك وهو قاعد، ده البنك بيشغل حتى الفلوس اللي انت بتودعها بيشغلها. وانا زمان قلت لك احسن حد يعمل لك دراسة جدوى البنوك. فالبنك بيع وليس ربا، لا علاقة لتعامل البنوك بالربا اطلاقا. الشيخ محمد سيد طنطاوي رحمة الله عليه قال ان فوائد البنوك كلها حلال من منطلق ان البنك بيع. الشيخ جاد الحق رحمة الله عليه قال لا، ده أدم ثبت الفايدة يبقى ربا. هذا طبعا احنا يعني نحترم الشيخ جاد الحق احترام لا حدود له رحمة الله عليه، وكان رجلا في عصر يقل فيه امثاله يعني رحمة الله عليه، لكن هذه كانت من فضيلته نظرة ضيقة جدا في مسألة الفائدة والعائد وكذا وكذا. فالقرآن عرف الفرق بين البيع والربا في آية: المرابي بيتجنى على الله تبارك وتعالى وقال إنما البيع مثل الربا. يعني هو عايز يقول إيه؟ إن الربا حلال لأنه زي البيع. فربنا يرد عليه يقول له لو كان الربا زي البيع ربنا ما يحرموش. فراح قايل له إيه؟ وأحل الله البيع وحرم الربا. يبقى عايز تعرف الربا، الربا عكس البيع. طيب اللي بيحصل في البنوك ايه؟ بيع، قولا واحدا بيع. انت بتودع اموال او تقترض اموال، القرض اللي انت واخده نتيجة ايه؟ مال عند المرابي ثابت بيديهولك، ولا مال شغال من مثلا عملاء اخر غيرك بيودعوا. الله تبارك وتعالى في قضية الربا له غاية سبحانه وتعالى، له مراد من عرضها، له مراد من توقف الربا بهذه الطريقة. وانا قلت لك لما تيجي تعرف الربا عرفه من خلال القرآن: احل الله البيع وحرم الربا. يبقى ايه؟ البيع غير الربا، يعني الربا مش بيع. فاذا استطاع احد الافراد او الشركات او المؤسسات انه يقلب القضية دي ويخلي التعامل المالي بيع يبقى هذا حلال. فكرة البنك الاسلامي على فكرة انا مش معترض عليها كونها اسلامي او مش اسلامي، انا معترض على انك تقول البنك الاسلامي حلال وغير الاسلامي حرام. لا، هذا تضليل على الناس، لف ودوران. هضرب مثالين بسرعة. البنك العادي بيعمل ايه؟ بيشتري العربية باسمك وياخد فايدة على تشغيل المال في مسألة ايه؟ تمويل السيارة. البنك الاسلامي بياخدها باسمه هو وبعدين يبيعها لك ويقول لك هذا هو الحلال. هذا تضليل قولا واحدا، ده لف ودوران، ودنك منين يا دوحة زي ما بيقولوا، زي ما انت عايز تقول قول. دي هي دي، ده تمويل وده تمويل، ده بيسميه فايدة ده بيسميه عائد، ده حلال وده حلال. خد بالك من كلامي قوي. حتى ولادنا اللي بره اللي في بلاد ما بتشتغلش غير مع البنوك، هذه ضرورة في حد ذاتها. يعني ان سلمنا بان البنك فيه شبهة، مش هقول حرمة، فيه شبهة مثلا، وانا ما عنديش الشبهة دي بالنسبة للبنوك على فكرة، لكن حتى لو افترضنا فهونوا على انفسكم، لان دي ضرورة. البنك ده، البلد دي ما بتتعاملش غير بالبنك، سيب البلد ويمشي، انما ما تقعدش في الشارع.
اشتري سيارتك عن طريق البنك، اشتري. في بعض البلدان العربية الآن بتسعى إلى تطبيق هذا الموضوع، إن كل شيء يبقى عن طريق البنك عشان الدولة تستريح من حتة إيه، ده ما دفعش، ده دفع، ده خد، ده ما اداش، ده ما عندوش، ده عنده عربية قديمة، لا ده عنده جديدة. الأمور التجارية دي طالما ما بتقلبش الصفقة التجارية، خد بالك من كلامي قوي، ارجع لآية إيه، ولا تشتروا بآياتي ثمنا، وده أصل تحريم الربا، إن الربا بيقلب الصفقة، الربا بيجمد المال، الربا بيخلي المجتمع يركض، مفيش شغل. لكن البنوك بتعمل إيه؟ بتمول لك مشاريعك، وتشغل لك المصانع، وتعمل كذا كأنها شريك لك. فهذا وضع مختلف تماما تماما تماما. لما تقال عندنا إحنا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ورحنا لكلمة وأخذهم الربا في حق اليهود، أخذت أبحث لماذا غير الله تبارك وتعالى الكلمة وقال في حقنا لا تأكلوا الربا، لا تأكلوا أموال الناس. جه عند اليهود قال في الأكل على المال، وجه استخدم وأخذهم الربا. بحثت كثيرا ووصلت بفضل ربي إلى أن هذه الكلمة كلمة إلهية في الأصل، والله تبارك وتعالى نهى بها اليهود عن أخذ الربا. وفي قاموس الكتاب المقدس الذي يشرح، هو قاموس الكتاب المقدس ده كتاب زي المعجم، زي مثلا لسان العرب، زي مثلا تاج العروس، زي كتب المعجم عندنا يعني. لما جه يعرض القاموس لأسفار التوراة فقال وأخذهم الربا وقد نهاهم الله عنها، بالنص كده. فالكلمة إلهية أصلا. طب ليه قال أخذهم مش أكلهم؟ لأن اليهودي كان يروح للمرابي اللي بيطلع المال بفايدة 10% يدن وراه لما ياخدها منه ب5%، ويبدأ يدور على اللي بياخد من المرابي ب10% يديها له ب8% وياخد هو التلاتة، يأخذ التلاتة. طب ليه ما قالش بياكل؟ لأنه بياخد التلاتة يشغلهم تاني في ربا آخر، وده سر لا تأكلوا الربا عندنا احنا أضعافا مضاعفة، ما تقلدهمش يعني. فالكلمة القرآنية هي بتشرح نفسها. فلما تجد أنت في كلمة عند اليهود أخذ، وتذهب إلى التوراة، وتذهب إلى قاموس الكتاب المقدس عندهم، ويقولون أن الله نهاهم عن أخذ الربا بنفس الكلمة القرآنية في سفر التثنية أو سفر اللاويين، أنا مش فاكر، لكن سبحان الله الكلمة في التوراة. واحد هيقولي مش أنتوا بتقولوا التوراة محرفة؟ ما هو التحريف عبارة عن إيه؟ بيسيب الأصل الإلهي ويدخل عليه كلام، لكن لقينا الكلمة باقية كما هي في القرآن، يعني زي ما هي عندنا في القرآن في حقهم أخذ، كان النهي عندهم في التوراة عن أخذ الربا. طيب الربا بالطريقة اللي احنا شرحناها، واحد يقول لك بس أنا مش مطمئن من كده. أيوة، إيه النص اللي عندك مخليك مش مطمئن؟ الكلام المرسل، الفكرة اللي طلعت البنك الإسلامي، لو البنوك حرام هيبقى الإسلامي حرام وغير الإسلامي حرام. الله تبارك وتعالى في هذه الآيات أبدا ما عاقب المقترض، إنما وجه المرابي إلى ترك الربا. واسمعوا الآيات، استمعوها وشوف فين العقاب. الله تبارك وتعالى في هذه الآيات يوجه بحل مشكلة مجتمعية. الله لا يعاقب أناء الليل وأطراف النهار. أنتوا عايزين ربنا يلعن، أنتوا عايزين الرسول يلعن، أنتوا موافقين على الحديث، ده كلام بتاعكم أنتوا مش بتاعنا احنا. احنا ملتزمين بالنص القرآني. أين العقاب في النص القرآني حتى على المرابي؟ النص القرآني لم يتكلم عن المقترض أبدا حتى بالربا المحرم، لأن الله تبارك وتعالى قد أعذره، يعني في عذر لانه راح خد من الراجل ده، فما تكلمش عليه القران. لو حد لقى ان القران اتكلم على المقترض يبعت الايه يقولها لي. حتى المرابي قال له ايه؟ اترك الربا، ان جاءتك موعظه من الله تبارك وتعالى عليك ايه؟ ان تتبع العظه دي، عظه الهيه.
انا بس عايزين لو تسمعوا الآية علشان نفهم احنا بنترقى النص القرآني ازاي. ارجو ان احنا نلتزم بالنص القرآني. ما عليك من الاحاديث والسير والكلام والسلام يعني الناس قلبت يعني انت عايز توقف حال المجتمع المصري مثلا. انا النهاردة كوزير مالية كوزير زراعة عايز استورد قمح، هاخد شوال جنيهات على ظهري واطلع اجيب القمح ولا هتبقى بنك تو بنك؟ العمل في العصر الحديث بدون البنوك نوع من انواع التخلف الفكري. انا مصر النهاردة هتستورد اي سلعة للاكل والشرب ضرورية، كيف سنتعامل مع الدولة المصدرة؟ هناخد لها شوال فلوس ويطلعوا ويعدوا الجنيهات وبتاع ولا بنك تو بنك؟ العالم كله كده، فايه الغرابه في البنوك؟ طالما البنك يقوم بعمليه البيع الذي حث عليها القران ووجه بترك الربا والاتجاه الى البيع، واحل الله البيع وحرم الربا، فالبنك اصلا هي عمليه تجاريه، شغل مال بيشتغل في اكتر. وهنا بقى في نقطه واحده بس قد يتميز بها البنك الاسلامي عن البنك غير الاسلامي، والعهده على الراوي انا ما شفتش. يقول لك ايه؟ البنك الاسلامي ما يخشش في عمليه حرام. طب هات لي بنك غير اسلامي بيخش في عمليه حرام عشان اقدر اقيم انا التقييم ده. يعني لو انت وقفت معاك على ان البنك غير الاسلامي بيخش في عمليه فيها حرمه في حد ذاتها نتكلم في الموضوع ده. انما اللي انا شايفه سواء في مصر او خارج مصر البنوك كلها اسلاميه وغير اسلاميه بتشتغل زي بعضها، بدليل غطاء البنك المركزي لكل البنوك في مصر وفي كل الدول. ومن هنا انا بس عايز الناس تفهم ان مساله الدول اللي بتشترط فيها انك تاخد شقه، او انا ما عنديش النهارده اخد شقه، انا في الشارع لان بيتي اتهد، حرام اخد قرض من البنك؟ لا مش حرام، لم يحرم الله تبارك وتعالى القرض بعملية البيع، إنما حرم القرض بعملية الربا. اسمع بس آيات الربا من يعني اقرأ من 260 وانت جاي، وأنا أسمعك تاني دلوقتي الآية 275 واللي بعدها عشان بس تشوف إيه التوقيع القرآني والتعبير الإلهي. يمحق الله الربا، خد بالك من اللي جاية كده، ويربي الصدقات. يربي دي من ايه؟ من الربا. خد بالك الكلمة هنا مشتقة من الربا. الله يربي الصدقات، لان احنا قلنا ايه؟ الربا حاجة بتزيد من غير بيع. فالله تبارك وتعالى بيعلمك ان الحرمة مش في ذات الكلمة، انما الحرمة في مضمون العمل بالكلمة. فإذا كان العمل في القروض بالبيع فهو حلال بإذن الله. غير كده حتى اللي في البلاد التانية وبكررها عليهم وعندهم شبهة، فالضرورة تبيح المحظور، لأن الله تبارك وتعالى علمنا منذ فجر القرآن، إن صح التعبير، منذ فجر القرآن. اتعلم اللي هقوله لك ده كويس قوي، دي قاعدة قرآنية يبنى عليها قواعد قرآنية كثيرة جدا، مضمونها ألا تزر وازرة وزر أخرى. إزاي؟ افترض ابن رابي جات له الموعظة ورفضها، اسمع كويس، واستمر في الربا، هل عليه عقاب قرآني؟ عليه عقاب قرآني اللي هو إيه؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله. طب انت شرحت الحرب دي ازاي؟ وعرفت معناها ازاي؟ او المراد منها ازاي؟ طبعا خدت الكلمة وطلعت بره وفتحت المعجم قال لك الحرب القتال والذبح وبتاع، لدرجة ان في كتب الحديث وفي كتب السيرة وفي كتب الفقه ان الرسول مأمور هو والصحابة واحنا ان احنا نقتل المرابين، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الكلام على مين في الآية؟ الذي رفض الموعظة الإلهية في ترك الربا. فلما يقول ربنا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، إذنوا يعني إيه؟ يعني اعلموا عن طريق استماعكم للنصوص الإلهية. وأذنت لربها وحقت، أذنت يعني سمعت.
فأذنوا أي اسمعوا بعلم أن هناك حرب من الله ورسوله. كلمة حرب دي طبعا إيه؟ كلمة قرآنية وغير قرآنية. احنا اتفقنا الكلمة القرآنية لا تحل إلا داخل النص القرآني. الكلمة غير القرآنية تشوف العرب زمان استخدموها ازاي وتحاول توفق. فأنا مثلا رجل قرأت القرآن بوعي وتدبر بفضل ربي علي، وأعلم أن لا حرب ولا قتال في القرآن بالمعنى اللي عند الناس أو اللي الناس عايزاه نهائي. وهنثبت لكم كده، احنا قلنا هنشتغل الصلاة وهنشتغل القتال وهنشتغل الجهاد. فأنا يقيني أن كلمة حرب هناك مراد واضح في الآية، لكنه يحتاج إلى بحوث. فتمكنت بفضل ربي أن أقف على كنه مدلول الحرب عند العرب نفسهم. الناس متصورة أن الكل المعجم أن الحرب حرب وقتال وجهاد، أبدا. العربي قديما إذا سلب ماله يقال عنه حرب. حرب يعني اتخذ ماله، اتسلب ماله، اتأذف ماله، سميها زي ما تسميها. يقولوا على الراجل اللي يتأذف ماله ده حرب. جاي منين؟ من الحرب. فلما المولى يعلمني فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ان المرابي مهما عملت فلوس ولانك ما استوعبتش العظة وما تتبعتهاش، سيأتي الله تبارك وتعالى في يوم من الايام وتلاقي المال ده كله هدر، راح عليك ما استفدتش بيه، خسرته في صفقة ضيعته. يبقى انت هنا خسرت التوجيه الالهي. وكلمة فأذنوا بحرب من الله أن الله تبارك وتعالى سيضيع عليك هذا المال لأنك لم تتبع النص القرآني. طب ورسوله الذي ينقل إليك الرسالة وفقط، لكن الرسول مش هيحارب، مش هيحارب المرابي، مش هيقتل المرابي. فإذا توقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فالحرب هي أن الحق تبارك وتعالى قد وعظهم ونصحهم وطلب منهم ترك مسألة الربا. ولو انت خدت بالك قوي، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فين العقاب؟ حتى على المرابي نفسه الله تبارك وتعالى هنا يعالج ظاهرة اجتماعية حاول فيها بعض الكفار أو الكافرين قلب الصفقات التجارية في المجتمع وإيذاء المسلمين وإيذاء المجتمعات، ولتكون العبرة أمام الناس أن الإسلام هو الذي قد صنع مسألة الربا ووقف البيع وكذا وكذا. وفي الحقيقة الله تبارك وتعالى يسمح لهم أن يتوبوا إليه وأن يتركوا هذا العمل بالكلية، فإن تم هذا فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. خذ الآية اللي بعدها بقى بسرعة وإن شاء الله يعني نكمل في الحلقة الجاية. وإن كان ذو عسرة، الكلام على مين؟ على المقترض. وإن كان المقترض يعني مش قادر يرجع لك حتى رأس المال، فنظرة إلى ميسرة، ما تستعجلوش اصبر عليه. ثم وأن تصدقوا خير لكم. يتصدق بإيه؟ هنا بقى دخل النزاع بين المفسرين، هل هيتصدق بالعائد أو الفائدة ولا برأس المال؟ الله تبارك وتعالى يتكلم فلكم رؤوس أموالكم، الكلام هنا على رأس المال يرجع، فما فيش عائد هيتاخد اصلا لانك انت تركت الربا. الله يتكلم هنا ليكون في جانب المقترض ان هو يرجع رأس المال دون زيادة، دون الفائدة، دون العائد. ثم يقول للمقترض وان تصدقوا بايه؟ مش بالزيادة، برأس المال نفسه.
فذلك دليل على اقتناعكم بموعظة الله وتوجيه الله تبارك وتعالى لكم بترك الربا. يعني كأن هذا اختبار جديد للمقترض. إن وافق على هذه الآية ونظر المقترض وتركه، ثم لما جاءه يقول له ما جمعت مبلغ مش كامل مش عارف ايه، يقول له تصدقت عليك به، فهذا هو الدليل الثاني على الإيمان الحق. فلا إيمان دون ابتلاء، والقضية واضحة لا تحتاج إلى شرح. القضية واضحة جدا أنه لا عقوبة في الربا أولا على المقترض نهائيا، أما على المرابي فالعقوبة أمهله الله تبارك وتعالى حتى يتوب، مش مسألة إنه عقبه خلاص. الله تبارك وتعالى أرحم مما نعتقد. شوف الكلام كله إن المولى يصحح أمرا مجتمعيا مهما، هذا هو الإسلام. مش مسألة عقاب وقطع رقبة وقطع إيد، مفيش كده. الله تبارك وتعالى في هذه الآيات يوضح كنها الإسلام الحق. شوف المرابي يعني الغلط رجله من فوق لتحت، لكن الله تبارك وتعالى يريد أن يضمه إلى جماعة المؤمنين سبحانه وتعالى. فإن جاء واتعظ بموعظة الله تبارك وتعالى فله رأس المال، وإن تصدق به فذلك هو الدليل الأسمى على أنه قد اقتنع بفكرة القرآن في منظومة البيع ومنظومة الربا. أما عن كنه الكلمة مع تغيير الرسم القرآني فده إن شاء الله هنخليه للحلقة الجاية، عشان أخد فيه بس متسع بسيط من الوقت إن شاء الله أو يسير من الوقت. ثم في الحلقة القادمة سننهي موضوع الربا والظهار إن شاء الله. بعد ذلك نعود إلى الكلمة القرآنية بمضامين معينة حتى أستطيع أن أتكلم مع حضراتكم في الصلاة والزكاة والقتال والجهاد دون عناء منكم. نحن والحمد لله يعني توكلنا على الله وجعلنا هذا العمل خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، حتى يتدبر كل مسلم حق، كل مؤمن حق، كتاب الله على مراده فيه كما علمنا سبحانه وتعالى. والفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن